لا تقل مشاعر الأبوة من الحنان والمحبة عن مشاعر الأمومة إطلاقاً، فالأب كالأسد الذي يزأر خوفاً لحماية أسرته. ففي مشاهد تحبس الأنفاس أظهر مقطع فيديو مواجهة شرسة لمتسابق الثيران كودي هوكس، فبعد لحظات من دخوله إلى حلبة مسابقات في تكساس سقط على ظهر ثور هائج كان يمتطيه، ويبدو أن هوكس قد فقد وعيه بالقرب من البوابة. فبينما حاول عدد من المدربين التدخل للسيطرة على الثور الهائج، تدخل والد هوكس ودون تفكير فاقتحم البوابة وجعل من جسمه درعا لحماية ابنه من غضب الثور الهائج، ليترجم والد هوكس مشاعر الأبوة الحقيقية في أسمى معانيها.